وسجل العراق التاريخ بالثلاثة بهدف أول لأجل عيون تحب الحياة. بهدف ثان لأجل قصة غاب عنها 44 عاما. بهدف ثالث لأجل انتصار جديد في سجل الانتصارات. فهز العراق شباك النجاحات منتصرا بتتويج رابع لم يفرح به منذ 35 عاما. ورغم هدفين عمانيين إلا أنهما لم يمنعا المنتخب الوطني من أن يبقى عنيدا بهمة حركتها في قلوب لاعبيه حناجر كل العراق. وكتب العراق عيده بعيدين، عيد تنظيم بطولة تاريخية لم يسبق فيها لكأس الخليج أن شهد ميدانا رياضيا بحجم وطن، وفتحت البصرة فيه بابها معلنة الدنيا بصرة. تزينت القلوب كرما وأصالة ليمسح العراق ما حاول أن يزرعه العابثون عنه حقدا وكراهية. فمن زار البصرة عرفها، فاسترجع تاريخ الحضارات والأمجاد والحكايات. وسجل العراق أعظم نسيج تخلى فيه العراقيون عن أي فصل وأصل وشكل ولون، ليرتدي ثوبا واحدا هتف باسمه حبا، وغنى كل من بكى في حب الوطن. هل أراك في علاك تبلغ السمك تبلغ السمك موطني موطني. إذن بلغة الرياضة نجح العراق، بلغة الإنسانية نجح العراق، بلغة المستقبل نجح العراق. لتحيي الحناجر نبض الشباب وحصد الألقاب متوجا بعشق العرب والأحباب. فعلها العراق إذن بإنجاز احتضان بطولة رياضية سجل فيها إنجازا يضاف إلى بطولات جنوده وعلمائه أطفاله ونسائه رجاله وشيوخه، رغم ظروفه التي لم تمنعه من أن يعود بقوة إلى إشراقة فجره الأول ليعلن للعالم: هنا العراق.